أكد وزير الري السوداني ياسر عباس أن البلاد قد تتوسع في الزراعة المروية بالاستفادة من باقي حصة الخرطوم في مياه النيل بعد تشغيل سد النهضة الإثيوبي، مؤكدا أن الموقف السياسي حاليا في السودان داعم لرؤية الخرطوم بشأن سد النهضة. في الغضون قال القيادي السوداني في قوى الحرية والتغيير محمد وداع إن أثيوبيا شرعت سرا في ملء سد النهضة ما تسبب في نقص حصة المياه في السودان. وحول ملف سد النهضة ينضم إلي عبر خدمة سكايب من القاهرة خبير العلاقات الدولية سيد هاني سليمان. سيد هاني، في البداية الأخبار قبل قليل وكما تابعتها نقلا عن مصادر في جامعة القاهرة قالت إن هذا أو هذه المعلومة غير صحيحة، أثيوبيا لم تبلأ بملء السودان سرا، لكن برأيك هل هناك مصلحة معينة بأن يكون هناك تسريب لهكذا نوع من المعلومة، سميها فقاعة اختبار إن شئت أم لا؟ يعني في هذا التوقيت الصعب إزاء التعنت الأثيوبي ووجود عدد من الجولات وتوترات ما بين الدول الثلاثة، أعتقد أن هي بيئة مناسبة لمثل هذه الإشاعات أو مثل هذه الأخبار اللي هي بتلقى صدى ورواج لدى قطاع كبير من الأطراف هنا وهناك. أعتقد أن يمكن الجانب المصري تحدث عن أن الصور الخاصة بالأقمار الصناعية والأساتذة في هذا المجال أفادوا أن يمكن هذا التجمع هو نتاج للفيضانات الزائدة، لكن مرور المياه بشكل طبيعي هو يعني أمر حاصل وعبر البوابات الأربع الخاصة بسد النهضة، ولم يبدأ بعد أي عملية تخزين لمياه في سد النهضة، وبالتالي هذه المعلومة غير صحيحة. لكن هي في توقيت حرج، خاصة أن الدول يمكن هناك مساعي للتوصل لاتفاق، فبالتالي ممكن ده يأثر على الأطراف المختلفة وردود فعلهم إذا مثل هذه المعلومات المغلوطة. المفاوضات بين هذه الدول وأيضا بوساطات ومراقبين دوليين مستمرة إلى هذه اللحظة، وعدد المراقبين الدوليين زاد والأطراف الدولية زادت من الاتحاد الأفريقي وغيره، ألم يفلح كل هذا في إيجاد أرضية مشتركة وأن تفرض ربما هذه الأطراف الخارجية رؤية مشتركة على الدول الثلاث من بينها أثيوبيا بهدف الانتهاء من هذه المسألة وأن يكون هناك اتفاق، لأنه حتى الآن ما يزال هناك غياب للحل أو اتفاق بين الدول الثلاث بالأخص بين مصر وأثيوبيا؟ نعم، يمكن مصر حاولت هي والسودان تصعيد أزمة وملف سد النهضة. يوجد 11 مراقب الآن من جنوب أفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي المكتب الفني والخبراء القانونيين، يعني عددهم 11، وده عدد كبير جدا من شأنه اللي هو يكون مراقب ويراقب عمليات ومراحل المفاوضات السابقة، وأيضا الاستفسار عن جملة بعض الأمور العالقة الآن لتبين وجهات النظر الدول المختلفة. وده اللي عمله وزير الري المصري عندما عرض طروحة مصرية لأفق للحل بما يحقق حق أثيوبيا في التنمية، وهو اعتراف مصري بهذا الحق، لكن تنظيمه بالشكل الذي لا يضر بالمصالح المصرية وحق أثيوبيا في توليد الكهرباء، على اعتبار أنه تحدث عن حق أثيوبيا في توليد الكهرباء وتجنب حدوث ضرر ذو أثر جسيم والالتزام بإعلان المبادئ وأي ممكن فرص مستقبلية لإقامة السدود، وبالتالي هذه الإشكالية القانونية الخاصة بعدم رغبة أثيوبيا في التزام باتفاق قانوني ملزم واضح أو تحديد آلية لفض المنازعات أو أي اتفاق ملزم، في حين أن مصر لديها كل الحق والعذر عندما تتحدث عن دولة تعتمد على 97% من مياه نهر النيل مواردها، بينما أثيوبيا يسقط عليها 970 مليار متر مكعب وهي تريد المراوغة بعد التوقيع بالأحرف الأولى في اتفاق واشنطن وبعد تقريب وجهات النظر في أكثر من محطة، لكن دائما أثيوبيا تتنصل من هذا الاتفاق. أعتقد أن وجود مراقبين هيضغط بشكل كبير، وخاصة بعد جلسة مجلس الأمن، وربما هناك أمل للضغط ووصول لحل توافق. أريد أن أتحدث عن السودان قليلا. إعلان السودان من الآن مخطط ما بعد تشغيل سد النهضة، كيف تقرأه؟ هل هو بمثابة استسلام سودان لأمر الواقع، وهل يعتبر إيذار لظهر السودان لمصر؟ يعني يمكن السودان موقفها تراوحت بعض الشيء، في البداية كان هناك يمكن توافق أثيوبي سوداني، لكن في الفترة الأخيرة الموقف السوداني قريب بشكل كبير من الموقف المصري، على اعتبار أن الدكتور ياسر عباس والأخوة في السودان أدركوا أن هناك جملة من المخاطر المشروعة الفنية والقانونية واللي هي هتلحق بالسودان بشكل كبير فيما يتعلق ببنية السد نفسه أو في طريقة الملء والتشغيل، اللي يجب أن تكون هناك تنسيق ما بين السودان حتى لا يضار سد الروسيروس أو غيرها من المصالح والأراضي السودانية، علاوة على أنه إذا حصل أي خلل في السد السودان ستتضرر بشكل أكبر من مصر إذا ما حدث هذا الخلل. أعتقد أن السودان الآن في المصف المصري لمحاولة تجنب أي ضرر والوصول إلى حل
توافقي حقق وصلت الفكرة. السيد هاني سليمان خبير العلاقات الدولية كنت معي عبر خدمة سكايب من القاهرة، شكرا جزيلا لك.